معانا على التليفون الأستاذ مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأحد المشاركين في الاحتفال أمس. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وأنت طيب وكل المشاهدين طيبين. الله يخليك. إزاي شايف الاحتفال في قصر القبة وإيه رأيك فيما قاله الرئيس خلال الاحتفال؟ بص أنا عايز أقول برضو أوضح حاجة في البداية. الاتحاد العمال امبارح قدم قائمة من المطالب للسيد الرئيس، قال له فيها ان احنا محتاجين حد ادنى وحد اقصى للاجور، قال ان احنا عايزين نعيد تشغيل المصانع المتوقفه منذ سنوات، قال ان احنا عايزين نجد حل للبطاله، عايزين نجد حلول للعماله المفصوله، كل عايزين ثوره تشريعيه لحوالي 15 قانون مرتبطين بالعمال من كل الاتجاهات. الحاجه الثانيه ان احنا لقينا في بشره كويسه اللي هي الخاصه بوقف الخصخصه. الخصخصة كانت جريمة بترتكبها كل أو بعض الأنظمة السابقة من أجل المصالح الخاصة. النهاردة توقيف عجلة الخصخصة أنا بعتبره ده من الممكن أن يكون بداية جديدة خلال المرحلة الجاية لإعادة مصر لدورها في مسألة التصنيع. إحنا بالفعل كاتحاد عمال هندعم خلال الفترة الجاية أو بنحاول أو بنسعى إن إحنا نقدم مبادرة جديدة للدولة نقول فيها ان احنا عايزين نعمل ميثاق شرف ما بين العمال بين ممثل العمال وبين العمال وبين اصحاب الاعمال، يكون الهدف منها هو وقف الاضرابات والعصابات خلال المرحلة الجاية. الهدف منها برضو ان نعيد الاستقرار للانتاج وللشركات والمصانع، ولكن بشروط وشروط واضحة ان العامل يحصل على حقه سواء في الاجر او في الحافز او في الاضافي او في العلاوه. طب حضرتك شايف ان كلام السيد الرئيس امبارح لمس فعلا مطالب العمال استاذ مجدي؟ والله احنا بص يا استاذ عمرو، احنا منذ بدايه الثوره حتى الان لم نجد جديه في التعامل مع مطالب العمال. احنا هنكون حاسمين النوايا ونقول وقف الخصخصه هنعتبره بدايه، لكن الاهم من الكلام ان احنا نبتدي المرحله الجايه سواء في الثوره التشريعيه او في تحديد الحد الادنى والاقصى للاجور خلال الايام القليله الجايه. طب رايك ايه في الاحتفال اللي نظمته النقابات المستقله النهارده في عدد من ميادين مصر؟ طيب انا بس عايز برضو افرق بين حاجتين. ايه هما؟ هناك فرق بين التظاهر السياسي والتظاهر المهني. التظاهر السياسي ده ما كانوا الطبيعي كل ميادين التحرير في مصر. هذا حق الناس تطلع تقول يسقط مش عارف مين ويحيى مين، ده كل ده تظاهر سياسي. اما التظاهر المهني فده مكانه جوه المصنع. ليه؟ لان العامل بيبقى ليه مطالب محدده وبيبقى فيه اماكن اللي هو يجب التفاوض معاه، هي الاداره سواء كانت حكومه او قطاع خاص. لكن النهارده خارج يعني لما العمال الناس خرجت، بس احنا جوه المصنع مش عايزين نوقف المصانع يا استاذ مجدي. هو برضو لا يعني انا قصدي التظاهر السياسي ده مكانه ميادين، لكن جوه المصنع لو انا ليا مطلب اطالب واتفاوض من اجله. الاول مفيش حاجه اسمها اعتصم جوه المصنع، في حاجه عندنا مهمه جدا اسمها التفاوض، التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض. مفيش حاجه في العمل اسمها ابتدي بالتظاهر، لا انتهي بالتظاهر، لكن اتفاوض وتحاور واخد مكتسبات واقعد على الترابيزه وتنازل عن البعض واخد البعض وبدي مصلحه العمل، كل ده واجب. لكن النهارده التظاهر في الميادين ماذا يحقق للعمال؟